النهاردة هنتكلم في نقطتين، وهي أسس اختيار مكيف الهواء، الأسس اللي على أساسها بختار تكييف الهواء. تاني نقطة، العوامل التي يجب مراعاتها في اختيار المكان المناسب لركب فيه جهاز التكييف، سواء كانت وحدة داخلية أو وحدة خارجية. تعال نخش على أول حاجة، أسس اختيار جهاز التكييف. أول حاجة بتأكد إن قدرة الجهاز لازم تكون متناسبة أو تناسب المكان اللي أنا هعمل له عملية الإيه؟ التكييف. تمام، ما اجيبش مثلا مكان واجيب له جهاز قدرته اعلى من ساعة المكان اللي انا ايه اعمل له ده، او اقل او العكس. تمام، تاني حاجة بختار الموديل على حسب الوحدة الداخلية المناسبة ليا. هل انا اجيب مثلا وحدة اللي هي الفلور اللي هي الارضي ولا السقفي، ولا اجيب الهاي وول اللي بتركب على اعلى الحيطة؟ طب انا لو عندي سقف معلق اجيب الكونسيلد، اجيب الكاسيت، لو عندي نظام اللي هي البلاطات والسقف المعلق والكلام ده. طب لا، ده انا عندي مكان واسع وكبير اجيب له وحده الايه الفلور ستاند. تمام، طيب انا بقى لو عندي مكان كبير جدا، ده فندق ومستشفى او في الحاله ديت، وانا بجيب ايه بتعامل مع تكييف مركزي، سواء بقى اللي هو الاير كولد او الووتر كولد. تاني حاجه عندي، ايه هي بقى العوامل التي يجب مراعاتها في اختيار المكان المناسب عشان اركب جهاز تكييف، سواء واحدة داخلية او خارجية؟ اول حاجة بتأكد طبعا ان القدرة مناسبة للمكان. اختيار مكان تركيب الوحدة الداخلية بيكون مناسب بحيث عملية توزيع الهواء اركبه في مكان اكون انا ضامن ان انا هوصل الهواء في كل الايه الاماكن الموجودة في الغرفة. طبعا بركب الوحدة الداخلية فوق مستوى النفس بقدر الامكان. تركيب الوحدة الخارجية تكون بعيدة عن أشعة الشمس. يعني أنت لو عندك اختيارات وعندك مكان هتركب في الوحدة الخارجية، واحد في مثلا ضلة أو واحد كمان في شمس، لا بروح أنا للمكان اللي هو فيه ضلة. دي طبعا بتبقى الفني بيبقى واخد باله من حاجة زي كده بسرعة، يعني يعرف يركب فين واختار المكان يكون كويس. وطبعا لازم الوحدة الخارجية تكون في مكان جيد التهوية. تمام، وطبعا ما يزيدش المسافة بين الوحدة الداخلية والخارجية عن 6 متر عشان أقلل الفقد في الاحتكاك والفقد الحراري. بس ده كده موضوعنا النهاردة. يلا سلام عليكم.